وذكر حجاج الروم خبر تملك السلطان غياث الدين كخسرو السلجوقي مدينة أنطاليا. كان غياث الدين كخسرو سلطاناً على دولة سلاجقة الروم وعاصمته قونيا، وكان قد حاصر مدينة أنطاليا وهدم بعض حصونها، فاستنجد أهلها بالفرنجة من جزيرة قبرص، ثم اختلف الفرنج مع الروم في المدينة، فطلب الروم حماية المسلمين فدخلتها قوات السلاجقة، واتفق السلطان غياث الدين كخسرو مع الفرنج على تسلمها بالأمان وإجلاء الفرنج عنها، وبتملكه المدينة أصبح لدولة سلاجقة الروم منفذ على البحر المتوسط.